مساء النور على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، ومشاهدي برنامج في النور. رحب بيكم حلقة جديدة، حلقة النهاردة الاثنين 29 نوفمبر 2021. يا رب يكون يوم لطيف على حضراتكم. طبعا بنفكركم انكم تقدروا تتابعونا من خلال صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالعربي، اعملوا سيرش على برنامج في النور، هتقدروا ان انتم تشوفوا البث المباشر للحلقه دلوقتي، وكمان تتواصلوا وتتفاعلوا معنا من خلال الكومنتات على الصفحه. ولكن قبل الدخول في اي تفاصيل تانية في حلقتنا النهارده، خلوني ارحب بزميلي العزيز مينا. مساء الخير يا مينا. مساء النور يا يوستينا، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا، مشاهدي سي تي في في كل مكان. حلقه جديده النهارده هنكون فيها مع حضراتكم من 9 ل 11 مساء على الهواء مباشره، وزي ما يوستينا قالت البث المباشر هيكون موجود على صفحه البرنامج، برنامج في النور على الفيسبوك، كمان على صفحه سي تي في ايجيبت على الفيسبوك، تقدروا تتابعوا البرنامج في بثه المباشر وتشاركونا بتعليقاتكم ومقترحاتكم وارائكم وكل اسئلتكم اللي تحبوا ان احنا نطرحها في حلقتنا النهاردة. الحقيقة النهاردة حلقتنا منوعة ومميزة، بعد فقرتنا الإخبارية هيكون موعدنا مع فقرتين مهمين. الفقرة الأولى هتكون عن مؤسسة صناع الخير، واحدة من المؤسسات اللي بتعتبر نموذج للمجتمع المدني المشرف، اللي بيطرح مبادرة مهمة في المجتمع المصري، هنتعرف عليها أكتر من خلال الفقرة. أما فقرتنا الثالثة فهتكون عن الشباب وتمكين الشباب، وإحنا بنستعد كمان تقريبا شهر يمكن أو مطلع السنة المقبلة بيفصلنا عن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، فهنتعرف أكتر على اللي عملته الدولة لأجل تمكين الشباب، وصلنا لأي مرحلة وإيه التحديات اللي لازالت بتواجهنا، من خلال ضيفنا مساعد وزير الشباب والرياضة اللي هيكون مشرفنا في حلقتنا النهاردة. خلونا النهارده نبدأ أخبارنا مع انطلاق فعاليات معرض الدولي للدفاعات للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 في نسخته الثانية، كانت النسخة الأولى في 2018. النهارده الرئيس السيسي افتتح المعرض وتفقد الأجنحة اللي موجودة في المعرض اللي عددها بيوصل ل 21 جناح من مختلف دول العالم. بيشارك في المعرض ده أكتر من 400 شركة مصنعة لهذه الصناعات الدفاعية والعسكرية من 42 دولة. الرئيس السيسي كان ليه تصريحات في الافتتاح النهاردة، وأكد على أن التواجد الضخم وقدرة وحجم الشركات المشاركة في المعرض ده بيعكس أهمية المعرض، لأن زي ما احنا قلنا بيشارك عدد كبير جدا من الشركات من 42 دولة. كمان من المتوقع أن معرض إيدكس 2021 يجذب حوالي 30 ألف زائر في المدة اللي هو منعقد فيها بداية من النهاردة، واللي بينتهي يوم الخميس المقبل، هتكون نهاية معرض إيدكس 2021. خلونا نتعرف أكتر على تفاصيل من خلال بعض الضيوف اللي هيكونوا بيشاركونا عن تفاصيل هذا الموضوع عبر مداخلات الهاتفية، لكن أعتقد سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بينضم إلينا على الهواء مباشرة. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين يا فندم. واحنا بنتابع النهارده فعاليات هذا المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكريه إيدكس 21، اهم الاستعدادات الخاصه لهذا المعرض وانطباعات حضرتك عن اقامه مصر لهذا المعرض في هذا التوقيت. والله طبعا المعرض الحقيقة كان في المعرض السابق اللي هو إيدكس 2018 صحيح. نجح نجاح عالي جدا، وده كان أساس قوي إن النجاح يجيب نجاح تاني في إيدكس 21. عدد الشركات أكبر طبعا، الزائرين أكتر، الفعاليات أكتر. كان في فعالية مهمة جدا امبارح على هامش المعرض، وهي المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية، واشترك فيه عدد كبير من قادة القوات الجوية والخبراء ومصانع السلاح، وكان بيناقش التحديات الناشئة اللي بتواجهها القوات الجوية في العالم. فده كان فعالية مهمة جدا امبارح، إضافة للنهاردة الحقيقة المعرض بيبين ثقة مصر العسكري في المنطقة. مفيش دول وشركات أيضا ومصانع للسلاح سواء خاصة أو تمتلكها دول بيجي بهذا الحجم الضخم إلا إذا كان فعلا هيستفيد. ومصر يعني ليها تجربة مهمة جدا في
مواجهة الحروب التقليدية وغير التقليدية. فاستنادا على التجارب الناجحة دي الحقيقة عندنا برضو نسب كويسة جدا من تصنيع السلاح، فكان دول أساس لنجاح المعرض في نسخته الأولى ونسخته الثانية. وشفنا كمان في المعرض التصنيع مصري بنسب كبيرة جدا، وخاصة حتى طائرات بدون طيار دي كانت الحقيقة مفاجأة موجودة في معرض إيديكس 2021. عظيم سيادة اللواء، عايزين حضرتك تكلمنا أكتر عن الصناعات الدفاعية في مصر من خلال المعرض النهاردة. وجود أكتر من 400 شركة و42 دولة ممثلين في المعرض، وضع مصر فين في الصناعة دي يا فندم؟ احنا الحقيقة صناعة السلاح في مصر موجودة من فترة، من زمن طويل الحقيقة، كانت تنامت فترة وفترات لأسباب متعددة، لكن بعد 30/6 كان الحقيقة كان في إصرار من السيد الرئيس ان يعود هذا الموضوع مرة اخرى، ومن ضمن سياسة التسليح ان يبقى في نسب تصنيع للسلاح وتزيد مع الوقت، ويناظر التصنيع المعايير العالمية. وعلى سبيل المثال شفنا تصنيع الفرقاطة الفرنسية جوين، احنا الحقيقة اشترينا 4، كان الاولى تصنيعها في فرنسا والثلاثة التانيين تم تصنيعهم في مصر. فكانت دي مثال جيد جدا ومهم في تصنيع طائرات التدريب. ايضا تصنيع المدرعات شفنا في المعرض السلاح معروض، ايضا زي ما قلت لحضرتك قبل كده تصنيع الطائرات بدون طيار، ودي المنظومات مهمه جدا ومكتوبه حاليا في القوات المسلحه كل دول العالم. كل دي خطوات الحقيقه انا شايف انها خطوات قويه وبتنمو بسرعه في تصنيع السلاح في مصر. وسط برضه مش عايزين نهمل ان في وسط شركات كبيره طبعا، وشركات لها تاريخ وسمعه كبيره جدا ومستحوذه على سوق السلاح في المنطقه. فكون احنا بنتقدم في هذا المناخ اللي هو برضه في تنافسيه كبيره جدا، فانا شايف خطوات كويسه جدا بالنسبه لمصر. اللواء طيار دكتور هشام حلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. من فعاليات معرض إيديكس الدولي خليني أنتقل مع حضراتكم لوزارة الخارجية، واللي النهاردة وزير الخارجية سامح شكري شارك في منتدى مهم جدا، هو منتدى إقليمي، هو يعتبر النسخة السادسة لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط. هذا المنتدى بيعتبر واحد من التجمعات اللي بتشمل عدد من دول حوض البحر المتوسط، واللي بيتم فيها مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة اللي بتجمع الدول اللي موجودة في حوض البحر المتوسط، وعلشان كده اسمه طبعا المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط. النهاردة كان منعقد في برشلونة، وزير الخارجية سامح شكري ألقى كلمة مهمة جدا في هذا المنتدى. المحاور الرئيسية لكلمة الوزير سامح شكري كانت عن أهمية الارتباط والاتحاد والتكامل ما بين دول الاتحاد أو ما بين دول حوض البحر المتوسط، من خلال تفعيل مبادرات عدة ومن خلال أنشطة وفعاليات مختلفة بتجمع هذه الدول، وبالتالي بيعد أو بيعتبر في فرصة لتجميع القوى ومحاولة شحذ الهمم علشان خاطر مواجهة أي عقبات أو تحديات تكون بتواجه هذه الدول. الوزير سامح شكري أيضا شدد على الاهتمام بتشجيع الاستثمارات المتبادلة ما بين دول حوض البحر المتوسط وخلق فرص عمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط تحديدا، خاصة أنه حسب كلمة الوزير سامح شكري أنه كل هذه الأمور تساعد بشكل كبير جدا على مواجهة عدد من الظواهر اللي أصبحت منتشرة في السنوات الماضية في حوض البحر المتوسط وتحديدا في دول الجنوب، زي الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وغيره. فهو كان في كلمته واضح جدا وصريح أنه بيؤكد على أهمية تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل وتشغيل لمواجهة البطالة وبالتالي مواجهة الهجرة الغير الشرعية، وأيضا مواجهة التطرف والإرهاب الفكري بكل الطرق المتعددة
الممكنة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة فيما يخص منطقة حوض البحر المتوسط. من البحر المتوسط خلونا نروح للتطعيم الخاص بفيروس كورونا. من أيام أعلنت الحكومة أن تم السماح للفئة العمرية من 12 ل 15 سنة أن هم هيتلقوا اللقاح. النهاردة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أن هذه الفئة سيتم فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح لها بداية من بكرة. هيتم فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي الخاص باللقاحات، وشرط أساسي هيكون للفئة دي علشان يتلقوا اللقاح هو موافقة ولي الأمر وتوقيع وإقرار من ولي الأمر. يعني أي حد من 12 سنة ل 15 سنة مش هيقدر يحصل على اللقاح إلا بهذا الشرط، لازم موافقة ولي الأمر علشان يتلقى اللقاح. وكمان تم تحديد لقاح بعينه هو اللقاح فايزر اللي هيتم إعطاؤه للفئة العمرية دي زي ما احنا ذكرنا، وده وفقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة الأخيرة في هذا الموضوع، أن لازم شرط أساسي هو تلقي اللقاح في الفئة العمرية دي بموافقة وإقرار من ولي الأمر. قولوا لنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، هل هتوافقوا أن أنتوا تطعموا أطفالكم من 12 ل 15 سنة؟ موافقين على التطعيم ولا لا؟ شاركونا من خلال الكومنتات دلوقتي على البث الحي على صفحتنا على فيسبوك بالعربي برنامج في النور. من وزارة الصحة ننتقل لوزارة التربية والتعليم. النهاردة كان في تصريح مهم جدا لنائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الأستاذ رضا حجازي. الأستاذ رضا حجازي كان في جلسة في البرلمان المصري بيناقش مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وضع اللجنة المختصة بحقوق الإنسان داخل وزارة التربية والتعليم اللي كان موصى بإنشائها علشان تهيئ العاملين في الوزارة على مفهوم حقوق الإنسان وكل التفاصيل المتعلقة بيها. بس مش ده الخبر اللي احنا متوقفين عنده. الخبر اللي احنا متوقفين عنده هو تصريح مهم جدا قاله نائب وزير التربية والتعليم عن عجز الوزارة في العام الدراسي الحالي فيما يخص الفصول الدراسية. هذا العجز بيصل ل 250 ألف فصل على مستوى الجمهورية، وفيما يخص عدد المعلمين العجز بيبلغ 320 ألف معلم عجز في إجمالي عدد المعلمين في وزارة التربية والتعليم. وبالتالي إحنا أمام تصريح من مسؤول رسمي، نائب وزير التربية والتعليم بيقول بشكل مباشر ورسمي إنه في عجز كبير جدا في الفصول الدراسية وعجز أيضا في عدد المعلمين. طيب إحنا دلوقتي أمام مشكلة ومعضلة في الوقت اللي في هذا العجز. السؤال المطروح، طب هو ليه الوزارة ما بتعينش ناس جديدة أو معلمين جديدة؟ ليه ما بتفتحش باب التوظيف؟ نجد أنه من المتوقع خروج 50,000 مدرس على المعاش سنة 2025، يعني كمان 3 سنين 50,000 مدرس المفروض هيطلعوا على المعاش. طيب ليه ما بيتمش تعيين هذا الاحتياج والعدد الكبير جدا من المعلمين اللي هم عايزينهم ينضموا للمعلمين في جمهورية مصر لعدد 320,000؟ ده السؤال المطروح. تيجي هنا الوزارة تقول وبتفتح باب التطوع، وده أمر غريب الحقيقة، إنه في الوقت اللي فيه هذا العجز هي موقفة التعيين بشكل أو بآخر وفتح باب التطوع. وإنه حسب تصريح كمان نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ رضا حجازي قال إنه تعاملنا مع أزمة العجز في المدرسين بشكل مؤقت من خلال اعتماد نظام الحصة كبنج موضعي. ده التعبير اللي استخدمه تحديدا الأستاذ رضا، وقال إنه هيقوم بمراجعة هذا الأمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عشان يكون تحت بصرهم. بالإضافة لكده كمان يمينة، يعني سعر الحصة 20 جنيه. طبعا اللي هو مدرس يكون يعني يعني قائم على عملية تعليمية بيبقى مقابل حصة واحدة 20 جنيه. طب شوف الدروس أسعارها كام. ده حقيقة. يطلع بقى بيتلام ان هو بيدي دروس خصوصية او غيره. محتاجين نفتح يعني الملف ده بشكل اكبر. فخلونا نستقبل معانا عبر الهاتف دكتور كمال موريس الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية. مرحبا بيك يا دكتور، اهلا بيك.
اهلا بيك يا استاذه وبالاستاذ مينا، اهلا بيك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. يعني حضرتك شايف ازاي التضارب او يعني الموضوع الغريب في عمليه تعيين المدرسين حاليا في وزاره التربيه والتعليم، في حين ان هي في حاجه للمدرسين وفي عجز، وفي نفس الوقت في ايقاف لعمليه التعيينات، حضرتك شايف ده ازاي؟ اتفضلي. بص حضرتك، الحقيقه الوضع اخطر من انه يكون مشكله زي ما قال مينا دلوقتي. احنا في وضع كارثي بدون شك يعني، وانا بدور على لفظ يعني اكثر هدوءا من اللفظ ده، لكن الحقيقه مانيش لاقي. يعني كون ان فيه 250 الف فصل عجز في المدرس في الطلاب للطلاب يعني، وبالتالي لازم تتخيلهم ان لو 250 الف دول، لو هنقول الفصل فيه في المتوسط 50 تلميذ، يبقى العدد الكبير ده بيزحم الفصول اللي موجودة. وعشان كده لم يعد من الغريب ان يبقى الفصل فيه 80 و90 و100 طالب. صحيح. وانا سمعت من ناس عندنا في مركز البحوث التربوية عملوا بحث عن الزحمة، لقينا في فصول وصل عدد الطلاب فيها إلى 150 طالب. 150 طالب في فصل. 150 طالب في الفصل. فبتكون النتيجة إن الكل عارف إن نص الطلبة بره، ودول يخشهم ودول يطلعهم. ده لما نتكلم عن العجز في الفصول. لما نيجي نتكلم في العجز في المدرسين تبقى الكارثة أكبر. 320 ألف معلم عجز، يعني معنى كده ان عندنا 320 الف فصل التلاميذ اولادنا بيقفوا ينتظروا المدرس والمدرس ما بيجيش. صحيح. وده معناه في الحقيقه ما فيش غير حاجتين اتنين. الحاجه الاولى ان الدوله ما هياش مستعده تدفع فلوس عدد من مليارات الجنيهات تسمح بانها تستخدم وتعين مدرسين علشان نسد هذا الفراغ، وخاصة وإن احنا عارفين إنه من سنة 1998 اتلغى التكليف في بالنسبة لخريجي طلاب التربية. أيوه. ومن سنة 2014 اتلغى التعيين تماما في وزارة التعليم. صحيح. فأنا بقول إنه العجز ده نتيجة ان الدولة ما هياش مستعدة تدفع 50 و100 مليار جنيه للعملية التعليمية عشان نعين معلمين من العشرات الالاف اللي بيتخرجوا من ربع قرن تقريبا اهو وما بيتعينوش. ومن ناحية تانية ان البنك الدولي علشان يوافق على سياسة الاقتراض اللي بتعملها الدولة فهو رافض التعيين في الحكومة، رافض زيادة عدد موظفي الحكومة، وبيجبر الدولة على إن اللي بيطلع معاش أو بيتوفى من العاملين ما يتعينش بداله. علشان كده إحنا في هذا الوضع، فتلجأ الدولة للحل الكارثي الثاني وهو إنك تقول متطوع. وأنا أعتقد أي حد يعرف المهنية عاملة ازاي في العالم يا شباب، انت لما بتعين في المدرسة اولا بتشترط مؤهل شكله كذا طبعا، وبعدين التقديرات، وبعدين سنوات الخبرة، وبعدين شوف التقارير اللي حصل عليها، واذا كان له اعمال، واذا كان له مقالات، واذا كان له ابحاث، وتشوف النتائج. ويعني كل دي مؤهلات علشان تعين معلم. انما انت يعني تقول لحد معدي في الشارع كده خد ادي حصه ب 20 جنيه او خش متطوع، تبقى انت بتحول الحقيقه المدرسه الى سويقه من نوع رخيص. طب الحل ايه دكتور في وجهه نظر حضرتك؟ الحل الدوله تدفع الفلوس للمعلمين وتعين المعلمين. طب والنقد الدولي ما هو مشترط عدم التعيين؟ خلاص خلاص، اقبل بقى، اقبل النقد الدولي يشترط، واقبل ان في عندك الاولاد بيروحوا المدرسه يقولوا قعدنا طول النهار ما دخلش علينا مدرس،
والعيال يحولوها فوضى وخناقات وهكذا. حتى كمان يا دكتور فكرة التطوع المقابل المادي بتاعها بنتكلم في 20 جنيه للحصة. كلام فارغ يا أستاذة، يعني لو الواحد هيروح يدي 3 حصص ب 60 جنيه عشان يلبس هدوم وياخد مواصلات تكلفه 15 جنيه ويبقى عايز يفطر ويشرب كوباية شاي ب 15 جنيه، احنا ده كل ده تهريج يا أستاذة، تهريج في تهريج الحقيقة يعني. طب يا دكتور أنا عايز أسأل حضرتك فيما يخص موازنة الدولة، المفروض أن الدستور المصري بيقر 4% من موازنة الدولة للتعليم، لغاية النهاردة احنا ما وصلناش لنسبة 2%، تفسير حضرتك لهذا الموضوع ايه؟ تفسيره انه في مخالفة للدستور صريحة وواضحة. 4% من اجمالي الناتج المحلي اللي بيصلهم الى حوالي 350 مليار جنيه سنويا. الدولة ده الدستور، كل التنفيذيين من أول رئيس الجمهورية لغاية أعضاء البرلمان أقسموا على احترام الدستور، فهم لما ما يوفوش بال4% من إجمالي الناتج المحلي يبقوا حنسوا بالقسم اللي أقسموه في الحقيقة. 350 مليار جنيه دولة ال4% ما بيوصلش التعليم دلوقتي حوالي 150 مليار جنيه، وده اللي يؤكد إن احنا في هذه الكارثة طالما لن تتغير هذه السياسات القائمة حاليا. وأنا أعتقد أنه كلهم عارفين وكلهم عارفين الحلول، لكن هذا ما يراد بوطننا للأسف الشديد. مع الأسف يا دكتور، يعني بنشكرك على كل الأحوال دكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية على مداخلة حضرتك معنا. هيبقى الموضوع مطروح، ويعني أكيد إحنا ما عندناش أجوبة، إحنا بنطرح موضوع، بنطرح مشكلة وهي قائمة من بداية العام الدراسي والكل بيعاني منها. الأمر مطروح فعلا أمام المسؤولين، يعني نتمنى إنه الوزارة تجاوب على هذا الأمر، وهو يعني الدكتور كمال مغيث الحقيقة شرحه بكل بساطة وبكل عمق في نفس الوقت. هل يعني هنستسلم لفكرة ان احنا مش هنعين علشان اشتراطات صندوق النقد الدولي؟ طب ايه المقابل؟ طب ما احنا نجد بديل مثلا لفكرة التعيين، بس ما يكونش البديل هو اللي وصفه الاستاذ رضا حجازي بالبنج الموضعي اللي هو تطوع وحصة ب20 جنيه والكلام ده. يعني هننتظر بالتأكيد أي تفاعل من وزارة التربية والتعليم على هذا الموضوع، وهنكون أكيد بنتابعه مع حضراتكم كمان خلال الفترة المقبلة. خلونا ننتقل للضريبة الجمركية على بعض المنتجات، تم تعديلها النهاردة وفقا لتصريح وزير المالية دكتور محمد معيط، أعلن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية وده تشجيعا للصناعة المحلية. أعلن النهاردة الوزير أن تم فرض ضريبة جمركية بقيمة 10% على الهواتف المحمولة، يعني كل الهواتف المستوردة من الخارج قيمتها هتزيد بنسبة 10%، ولكن أكد على أن أجهزة الكمبيوتر والتابلت وغيره كلها معفاة من الضريبة الجمركية وده تشجيعا للصناعة المحلية. كمان تم فرض ضريبة جمركية على ما يرد في شكل ألواح من الجرانيت بنسبة 20%، وده مع يعني بالإضافة لأن أصلا كانت الضريبة على الجرانيت بتخضع لضريبة بقيمة 40%. فدي كانت أبرز النهاردة التعديلات أو يعني التغييرات في بعض فئات الضريبة الجمركية اللي أعلن عنها وزير المالية دكتور محمد معيط. نروح لخبر خفيف الظل، وأنا شخصيا بسعد دايما لما بنتكلم عن أي حاجة تتعلق بيه، وهو منتدى شباب العالم، لأنه بيكون فرصة إن إحنا نشوف وجه جميل من وجوه مصر المتعددة، خاصة الوجه الشاب. منتدى شباب العالم إحنا كنا تابعنا مع حضراتكم إن تم الإعلان عن إن نسخته المقبلة هتكون في شهر يناير من العام المقبل، يعني أقل من شهرين أو تقريبا شهر ونص بيفصلنا عن موعده، وهيكون طبعا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كما هو المعتاد. النهاردة إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في العروض الفنية والثقافية بمسرح شباب العالم، لأنه إحنا كنا من أيام ذكرنا أنه تم فتح باب التسجيل للاشتراك عموما ولحضور المنتدى. النهاردة تم فتح باب التسجيل لأي شاب من حول العالم، مش بس من مصر لكن من كل دول العالم.
عايز يقدم موهبته، عنده موهبة وعايز يقدم هذه الموهبة على مسرح منتدى شباب العالم اللي هو بيعد منصة ثقافية وفنية بتعرض العروض الفنية ومشاركات من الشباب من مختلف دول العالم. لغاية يوم 15 ديسمبر أي حد يقدر يقدم ويملى نموذج التسجيل على الموقع، موقع منتدى شباب العالم. هتقدروا حضراتكم أنكم تدخلوا وتشوفوا فيه جزء خاص بمسرح شباب العالم أو مسرح منتدى شباب العالم، هتسجلوا وهيبقى فيه زي أوديشن أو زي يعني فرصة لتقييم هذه المواهب، واللي هيقع الاختيار عليه هيكون موجود في منتدى شباب العالم يعرض موهبته أيا كانت هذه الموهبة إيه، غنى، تمثيل، أيا كان، رأس، استعراض، أي حاجة يعني حسب إعلان المنتدى. في نسخته الثالثة واللي هيجي تحت شعار الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان. من منتدى شباب العالم خلينا مشاهدينا نخرج نشوف هذا التقرير الخاص بتفقد وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ الفيوم لفعاليات مبادرة أصلك الطيب اللي تم إطلاقها منذ أيام قليلة، ونرجع نستكمل أخبارنا مع حضراتكم مرة تانية. امبارح الحد رحنا مع حضراتكم بكاميرا سي تي في محافظة الفيوم وتحديدا قرية الشوشنة بمركز يوسف الصديق علشان نتابع مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عدد من مشروعات مبادرة أصلك الطيب اللي بتنفذها وزارة الهجرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمساهمة ودعم من المصريين بالخارج لتطوير وإنشاء عدد كبير من المشاريع في المجالات المختلفة في قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وعلى هامش الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال المبادرة في عدد من قرى المحافظة. قبل ما نوقع البروتوكول الخاص بمشاركة الدكتور رفعت بقيمة 5 مليون جنيه كحد أدنى للمساعدة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قمت مع معالي الوزير المحافظ ودكتور رفعت وسيد نائب المحافظ ووفد وزارة التخطيط بزيارة ميدانية للأماكن اللي سيتم تطويرها وسيتم إعادة تأهيلها وسيتم دمجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة القريتين سعيدة إن إحنا النهاردة بنتشارك في تنميتهم من خلال المحاور اللي المبادرة الرئاسية بتتكلم عليها: التعليم، الصحة، بناء الإنسان بوجه عام. الدولة دلوقتي ويعني تحديدا الجهاز الإداري متحمل مسؤولياته كقطاع تنفيذي بيشتغل بيسابق الزمن عشان نقدر نوصل لمعدلات التنفيذ، وحاليا موجود معانا المجتمع المدني والمصريين في الخارج في نموذج في قرية الشواشنة وقرية المشرق في مركز يوسف الصديق عشان نوضح للمصريين كلهم وللعالم كله ان لما يكون في إرادة سياسية حقيقية ويبقى في جهاز تنفيذي موجود ما بين الوزارات والقطاع المحلي والمجتمع المدني مع رجال الأعمال والمصريين في الخارج نقدر نقدم نموذج لبلدنا ولكل مصر ولكل العالم ان احنا قادرين على تحقيق الاختلاف والوصول الى الجمهورية. الحقيقة البروتوكول اللي توقع هو حده الأدنى 5 مليون، لكن الرقم مفتوح بناء على المستجدات على الأرض، لأنه طبعا تجربتنا احنا تجربة غير مسبوقة، وبالتالي احنا حريصين بتكليف من معالي الوزيرة وبالإرادة بتاعت معالي المحافظ انه نقدم نموذج. المصريين بالخارج بيقوموا بمجهود كبير ومش بيتأخروا على تنمية وطنهم في كل المجالات المختلفة، ودايما المصريين في العالم كله بيثبتوا كل يوم معدنهم الأصيل قدام كل التحديات اللي بيواجهها الوطن. أصلك الطيب هي مبادرة من ضمن مبادرات كتير بتنفذها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والدولة المصرية بشكل عام، هدفها أن كل المصريين في الخارج يساهموا ويشاركوا في بناء المشاريع الاقتصادية والتعليمية والصحية وكمان الاجتماعية في القرى الريفية اللي احنا موجودين في واحدة منها دلوقتي عشان نتابع مع حضراتكم المشاريع اللي تم تنفيذها على أرض الواقع واللي كمان هيتم تنفيذها خلال الفترة اللي جاية بفلوس المصريين اللي عايشين خارج مصر اللي بيعملوا بأصلهم الطيب لبناء الإنسان وتوفير حياة كريمة. كامل يوسف، سي تي في.
طبعا بنشكر زميلنا كامل يوسف مراسل برنامج في النور وعيننا في الخارج، طبعا بيعد وبينفذ العديد من التقارير الخاصة بالبرنامج المميزة جدا الحقيقة. يوميا بيكون معنا تقرير قوي جدا بينفذه فريق بيكون يعني بيهتم بالموضوعات بشكل مختلف. خلونا نستكمل أخبارنا مشاهدينا وانتعاش في حركة السياحة وبالتحديد السياحة الروسية. حصل حركة في أو انتعاش في حركة السياحة كمان السياحة الشتوية في منطقة البحر الأحمر ومطار الغردقة بالتحديد، شهد حركة يعني قوية لوصول رحلات جوية روسية لمطار الغردقة الدولي، وسواء كانت رحلات منتظمة أو رحلات شارتر وصل حوالي 27 رحلة. الرحلات دي كانت على متنها حوالي 7000 سائح روسي كانوا متجهين لمطار الغردقة، وده بيمثل حوالي 25% من حركة الوصول مجملة كلها من السياح في مختلف أنحاء العالم لمطار الغردقة. السياحة الروسية مثلت حوالي 25%. طبعا أخبار جيدة وأخبار نتمنى أن هي الأرقام دي تزيد في الفترات الجاية ومزيد من الانتعاش في السياحة سواء من روسيا أو من الدول المختلفة. وكنا شاهدنا السنين اللي فاتت أن السياحة الروسية بالتحديد كانت توقفت وعادت من فترة قريبة، فيعني أرقام الحقيقة جيدة جدا ونتمنى مزيد من انتعاش السياحة. وطبعا يعني الازدهار للعاملين في القطاع السياحي اللي شهد يعني حالة من الركود وحالة من التأثر الشديد بسبب أزمة فيروس كورونا. طبعا متوقع انه الفترة اللي جاية يكون في زيادة كمان في الأعداد مع دخول فصل الشتاء وحلاوة بقى البحر الأحمر أكتر في فصل الشتاء، وبيعشقوه من كل الدول بس تحديدا من روسيا. طبعا بيعشقوا الغردقة وشرم الشيخ، بنتمنى لهم كل المتعة يعني في قضاء أجازاتهم وأوقاتهم، وبنتمنى أن إحنا نكون على جاهزية للاستقبال الأعداد الكبيرة دي، لأنه كان في أعداد كبيرة قوي امبارح واقفة طوابير في مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة، تحديدا مطار الغردقة علشان خاطر مصطفى دخول. طبعا منظر يفرح بس في نفس الوقت مش عايزين نطول عليهم وقت الانتظار في الطوابير، خاصة الإجراءات الأمنية والتفتيش واللقاحات أو التطعيمات والتحليلات بتاعة البي سي آر وكده. يعني نتمنى أن الأمور كلها تمشي في أفضل شكل ممكن من جهة إدارات المطارات المصرية لتوفير أفضل عطلة وأجازة ممكن يقضيها السائح الروسي. من أخبار السياحة ننتقل لأخبار الرياضة اللي أنا مش بحبها قوي يعني بس مضطر أقولها. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن عن موعد بطولة كأس العالم للأندية اللي بتستضيفها الإمارات العام المقبل، وأعلن الاتحاد الدولي أن ثلاث فرق عربية هتكون بتشارك في هذه البطولة اللي هتقام في الفترة من 3 ل 12 فبراير 2022 السنة المقبلة إن شاء الله. بيشارك في البطولة 7 فرق بتمثل قارات العالم. تم الإعلان منذ قليل عن أنه هيكون في تم الإعلان عن القرعة اللي هتجمع ما بين الفرق وبعضها البعض، وتم الإعلان عن أنه فريق الأهلي اللي هو طبعا فريقنا المصري هيبقى بيلعب أمام مونتيري المكسيكي. فريق مونتيري المكسيكي هو اللي هيكون بيلعب أمام فريق الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية. بنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح دايما ويرجعوا لنا كده يعني فوز محقق إن شاء الله. طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة أمام النادي المكسيكي. مظبوط؟ صحيح. مونتيري. تمام. خلونا دلوقتي نرجع نستكمل أخبارنا ونروح للأخبار الدولية وبالتحديد لإثيوبيا. أبي أحمد زي ما احنا عارفين كان من أيام توجه للجبهة في مواجهة جبهة تحرير تجراي في إثيوبيا. الجيش الإثيوبي أمام جبهة تحرير تجراي كان في مواجهات عنيفة في الأيام وفي الفترات السابقة، ولكن النهاردة تم الإعلان أن الجيش الإثيوبي تمكن من السيطرة على مدينة تشيفرا في إقليم عفر، وده أمام زي ما قلنا متمردي قوات تجراي منذ ظهور أبي أحمد على الجبهة من أيام قليلة.
كانت مدينة تشبرا سيطر عليها قوات تحرير تجراي سابقا، ولكن تمكن الجيش الإثيوبي من أن هو يستعيد السيطرة عليها. طبعا تطورات في المشهد الإثيوبي متسارعة جدا، كل يوم في جديد، كل يوم في تحركات عسكرية مختلفة سواء من الجيش أو سواء من التجراي، يعني تصارع شديد في الداخل الإثيوبي. وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية في حسابها على تويتر أن قوات الدفاع الإثيوبية وقوات عفر الخاصة خلاص تم السيطرة على مدينة تشبرا. واحنا بنتابع مع حضراتكم الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، بالتأكيد الأيام دي احنا بنتابع كمان التحور الجديد المعروف باسم أوميكرون. النهاردة منظمة الصحة العالمية أعلنت عن احتمال زيادة انتشار المتحور أوميكرون عالميا، وأنه هذه الاحتمالية مرتفعة للأسف الشديد. المنظمة النهاردة قالت أن هذا المتحور يتوقع أنه ينتشر على مستوى العالم، وده بيشكل طبعا خطر كبير على مختلف الدول سواء اللي ظهرت فيها أو اللي لسه ما ظهرش، لأن هي المنظمة الحقيقة بتتوقع أنه يكون بينتشر بشكل كبير على غرار فيروس كورونا، يعني في نسخته الأولى للأسف. اللي حثت عليه المنظمة النهاردة، منظمة الصحة العالمية، هو أنه الإسراع في تلقي اللقاحات والإسراع في تلقيح وتطعيم أكبر كم ممكن، علشان يكون عندنا زي ما دكتور عوض تاج الدين في مداخلات سابقة معانا كان بيشير إلى قطاع مناعة القطيع. فهذا ده الأمر اللي بتهدف ليه منظمة الصحة العالمية، أن يكون في مناعة لأغلب جموع الشعب في المجتمعات المختلفة، وبالتالي يكون في حائط صد. صحيح المنظمة كمان ما نفتش أنه حتى اللي ملقح ضد فيروس كورونا ممكن يصاب بهذا المتحور الجديد، لأنه لسه الأبحاث لغاية النهاردة ما أكدتش على فعالية هذا اللقاح ضد المتحور الجديد. وبالتالي هي بتقول إحنا ما نقدرش ننفي أنه ربما اللي تم تلقيحه وأخذ أو حصل على لقاح فيروس كورونا ممكن أنه يصاب بهذا المتحور الجديد لا قدر الله، لأنه لازالت الأبحاث لم تنفي يعني قدرة اللقاح اللي احنا خدناه ضد فيروس كورونا وقوفه ضد هذا المتحور الجديد. وبالتالي لازال الأمر فيه خطورة، ولازال الأمر فيه وضع دقيق وحساس، وده اللي بتحذر منه منظمة الصحة العالمية، وقالت أنه المتوقع الحصول على مزيد من البيانات المقبلة خلال الأسابيع اللي جاية. إن شاء الله هنكون بنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد يتعلق بهذا الأمر. نتمنى السلامة للجميع، ونؤكد ونعيد مرارا وتكرارا نحن ناخد بالنا ونسرع في أخذ اللقاحات تجنبا لأي تحور أو لأي أمور مستجدة. النهاردة في مراكز للتطعيم والتلقيح منتشرة في أماكن كتيرة جدا، إحنا ألقينا الضوء عليها الأيام اللي فاتت، بقت موجودة حتى في محطات المترو وبعض المراكز التجارية الكبيرة. نتمنى أن الجميع يحرص على الذهاب وأخذ هذا اللقاح. لسه مستكملين كلامنا عن فيروس كورونا، ولكن من خلال نظرة على الصحافة العالمية، ونيويورك تايمز كتبت مقال عن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون بعنوان ثلاث أسئلة ينبغي الرد عليها. في البداية قبل ما تطرح الأسئلة، قالت أن مع وجود الطفرة الجديدة في حالة من الخوف وحالة من الاستسلام للمشاعر الخاصة باللامبالاة، يعني البعض ممكن يكون خايف جدا والبعض الآخر ممكن يكون بيروح لاتجاه اللامبالاة. قالت ولا ينفع أن احنا ننجرف للخوف ولا ينفع ننجرف للامبالاة، ولكن بتتكلم على الدول اللي أخذت ردود فعل قوية وحاسمة في مواجهة الطفرة الجديدة، سواء بتوقف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا أو الدول السبعة المتواجدين في نفس المنطقة. قالت إن الإجراءات دي ما ينفعش إن احنا نحكم عليها مبكرا، لأن ممكن تكون الطفرة الجديدة فعلا كده بيتم مواجهتها من خلال الطريقة دي، ولكن قالت أيضا إن احنا ما نقدرش لسه نحسم في هذا الموضوع. أما عن أهم ثلاث أسئلة تكلمت عليهم نيويورك تايمز، فقالت أول سؤال بنطرحه مع ظهور الطفرة الجديدة، هل المتغير هو أكتر قابل للانتقال
من سلالة دلتا اللي كانت ظهرت سابقا؟ ده سؤال مهم جدا بتطرحه نيويورك تايمز. سألت كمان هل هو كفيروس بيسبب يعني أعراض أشد خطورة أو أصعب من اللي احنا عارفينها عن فيروس كورونا؟ ده كان سؤال كمان. أما السؤال الأخير فهو متعلق باللقاحات، لأن الفيروس ده أو الطفرة دي أهم ما يميزها هو التغير في البروتين المحيط للفيروس، والبروتين ده هو اللي بيكون بناء عليه بيتم تصنيع اللقاح. ففي حالة أن البروتين ده بيتغير بشكل كبير، فبالتالي ده بيأثر على فعالية اللقاح اللي مصنع على أساسه. نتمنى الحقيقة أن زي ما لسه ما قايلين منظمة الصحة العالمية لسه لم تشير ولم تؤكد على وجود اختلاف في الفيروس، أو لسه المعلومات مش كاملة عن الطفرة الجديدة، فنتمنى ما يكونش التغيير كبير وتأثير اللقاحات يكون يعني قوي أمام الطفرة الجديدة. خلصت فقرتنا الإخبارية، لكن حلقتنا مكملة مع حضراتكم. بعد الفاصل هيكون لنا لقاء خاص مع مؤسسي ومسؤولي مبادرة مهمة جدا ومنظمة ليها دور كبير قوي في مجتمعنا المصري، هي مؤسسة صناع الخير، اللي هنتكلم معهم أكتر عن دورهم اللي بيعملوه وتعاونهم مع جهات مختلفة في توفير حياة كريمة للجميع. خليكم معنا بعد هذا الفاصل.